السلام عليكم حبايبي، حياكم الله وياكم وسام جيمز، ومثل ما وعدتكم دائما اكون وياكم متواصل على كل شيء بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 5. فيديو مالنا هو ذا كونتراكت مهمات دكتور دري على جي تي اي. مثل ما تعرفون الستاب شلون تسوي، الطريقه كلش حلوه وتقدر تسوي بسيرفر خاص او بسيرفر عام، انت تبقى يمك. طبعا من تخلص الستاب راح يكون المكتب مالتك، اذا تشوف الهدايا اللي تجيك بالحائط. وهنا تجيك هاي العوده مال الدرام، وعندك اثنين هنا تشوفهن صغار، وتجيك هاي مال الجولف. فبعد ما تخلص الستاب الكامل 100% راح يصير مكتبك مثل مكتبي. خلينا نشوف شلون نبدي بالمهمات. طبعا مهمات يعني راقية. طبعا هسه فتح لي هو ملابس ميديا ستيك، دوس اكس تضغط اكس. طبعا عندك المهمات الاولى اللي هي الاولانية، دا تشوف هاي السيكوريتي. دائما حتجي على الفي اي بي، حتلقي هنا بالفي اي بي قفل. هذا شلون تروح هذا القفل؟ جدا بسيطه، تطلع هنا راح تلقي هنا بالماب علامه اف، كلمه حرف اف. شلون هسه لامار، هذا تشوف لامار، حتشوف هنا اف هو بنادي الجولف. هو احنا حنروح هسه، بس بما انه انا سويت السيتاب ما حيطلع لي الاف، بس اقدر اعيد المهمه. فانت راح يطلع لك اف، كلمه كبيره اف، تروح عليها وهو يبدي الستاب الاول. بس انا راح ابدي من الكمبيوتر. راح تشوف هنا شلون. اول شيء تضغط، تدخل انت الكمبيوتر، تروح على الفي اي بي. طبعا هم ما عندك انت هذا الفي اي بي، عندك قفل عليه. لازم اول شيء تروح للاف، هو هذا حتجي اول شيء. هاي حقول له ابدا، راح تشوفون يسوي داونلود، يدخل اللاعب وياي، وبعدين راح نروح. طب الانفايت ملاذ، اوكي عشديدك، ليتس جو. تشوفون هسه احنا راح نروح دايركت على فرانكلين. احنا حنحكي فرانكلين ودكتور دري هناك، هو حتبدي شنو موضوع القصه، هو شنو هذا الكونتراكت. راح تشوفون ملابس الجولف، تختارهن انت طبعا شنو تريد، تحط ريدي. ده تشوفون هو انت طبعا يجيك علامة فرانكلين، تجي على العلامة هتلقى فرانكلين هنا بنادي الجولف، تحكي وياه على مود تنفتح عندك مهمات الفي اي بي. يعني الفي اي بي ما تنفتح عليها قفل، ما راح تقدر تدخلها الا تجي تسوي هاي العلامة. انت تلقى حرف اف مثل ما عيد لك النوب، حرف اف بالمهمة بالخريطة، تروح علي الحرف الاف راح تبدي الستاب عندك. احنا هسه بداية الستاب، لان انا سويت الستاب وخلصته، بس هسه راح اعيده وتشوفون انه الطريقة شلون. على مود اعرف شنو الطريقة اللي بي يعني. Man, who the fuck is this? Shit, it's my business associate. Associate? Shit getting real. Hell yeah. Come on. Are you sure about this? Hell yeah, I'm sure. Shit, we ready. We set up. We ready to go, dog. All right. But y'all better deliver. Fuck my shit up, too. Yo, Dre. طبعا تحكي ويا دري، هم حيحكون على مود تشوف تعرف انت القصه ليش وشنو انت راح تسوي، شنو الموضوع مال هاي القصه. Give me a sec. Ah, you know what? I'll take a mulligan. That was a perfect shot. You could sneeze and blow that in. Nah. Hold up. I got this. This is a stupid fucking game. The things I do for a hit record. So wait, you're the one that's going to find the phone, right? Excuse me, Mr. Young, is it? Look, we're going to play through, okay? Give you plenty of time to finish up whatever this is. You're going to what? Come on. We'll just be a second. Right, Dre? Play through. We're going to play through. Listen, you ain't playing through shit, motherfucker. Oh, هذول اللي هم سرقوا تليفون فرانكلين، تليفون سوري دري، وبأغاني ومسجل أغاني. Hey, man.
وهم سرقوا هذول عصابة وإحنا دري راح يسألنا إنه إحنا نرجع له هذا التليفون. Every single one of you is going to be blackballed before you reach the ninth tee. Is that right? Yeah, that's right. Come on, Eugene. Me and you going to make some calls and see what's what. بدت المهمة. What the fuck was that about? Man, the fuck if I know. With everything that's going on in my life right now, this is the last fucking thing I need. She's having an affair with the owner? I gotta call this guy. Nah. Fuck that and fuck this. If these two guys have what it takes to find my property, then they can definitely take care of this shit. We got you, homie. Good. Cause I'm done with swinging these fucking clubs, man. What are you doing? Listen, take care of these fucking assholes before they make trouble for me. And if you do, you can handle my business. My phone wasn't lost, man. It was stolen. And there's material on that fucking phone that I really care about. Unreleased material. You know what I'm saying? And if you know anything about me, you know that I don't put anything out before it's ready. And I'm dead ass serious about that. We got you, homie. Come on, guys. Let's get the fuck out of here. I'm getting agitated. You were kind of pissed off before they said anything. You really need to try something for your mood. I am. It's called golf. Well, golf ain't working. Next time, we're gonna go skate at the rink. Hey, you two bitches can't wait for the legend to shoot his shot. Where you going? I thought you'd like to talk. Come on, man. هسه لازم تصعد سيارة الجولف وتروح تدعمهم انه تقتلهم هذولا. تشوفون نشوفها وين راح حياتهم هم لتشوف الاي والبي انك انت تروح انت وجماعتك اللي وياك يلعبون انه لازم يدعمون السيارات مالتهم وتوقفهم تبدي الستاب مالتك المخيف. طبعا الستاب ماله كلش حلو راقي متعة المهمات حلوة راقي جدا ملا ذكتل هذاك انت واني حد عمو Hey, keep on. Hey, we ain't gotta kill no one here. We just gotta get them to stop and put a beating on their ass. تشوفون هسه وياي صاحبي هو دي يضرب السيارة ذيك البي وهاني أضرب هاي السيارة. ظل تدعم بي أنت إلى ما يوقف. Come on, bitch. Let's talk this shit through. هو لازم يوصل المكان عدد هسه شوفوا صاحبي جاب الاولى وهسه اني بقيت هاي اي كم اون بزنس بارتنر ليتس شو ذيس فولز وي هوم لازم ننتظر شوي ايش فكر كم تو ذا موفي ستوديو قلت تنتظر شوية لما يوصل إلى مكان. Man, shit! I know one of the producers around here. I hope his ass ain't at work today. This is really very dangerous. هو باقي له شوية. ويا قاع. Yeah, we got you now. Damn it! This is my. ضربة ضربة ملا ضربة فلشة. على مود عسر يعني خلص يلا قرب هو من يوصل للخط الابيض فول هاي شوفوا هسه حاليا ضربه خلنا نشوفه بس They got it. Hey, look, lay off a little bit. We need this asshole in one piece. هسه بعد ما ضربناه لازم نلحقه المكان. لازم شوية تمشي ورا. تشوفون؟ بعد ما قلت له يعني تظل تضربه يقول لك بعدين فرانكلين شوفه يروح الخط الأبيض اللي على اليمين يقول لك فرانكلين تيل يعني اتبعه هو. احنا شو نسوي نتبعه نوصل الى نوصل الى مكان وبعدين ننزل على دكه هو راح يروح هناك يا مدينه الملاهي hey, you
driving with your eyes closed or what? رانك ليلي يقول لي تسوق مغمض. Hey, you and me landed clients the hard way. Man, I told you this is where the deals get done. I didn't think it'd be like this, though. شوفوا طلع عندنا خط اصفر نوصل له نجي هنا ايدك جولف هسه لازم نحقق وياه يعني Hey, come on, let's explain some shit to this little bitch. Now, good, let's just be reasonable. What's your price? Nah, motherfucker, it's only one language your ass gonna understand. Take it easy. I apologize. You hear that? I apologize. Man, come on, let's beat this motherfucker ass. على اموتك اذا بعد جيت علينا لو على فرانكلين لو على دري ايش بعك كتب صير رجال براسي هسه راح يعترف ويقول لك كل شيء Sign my membership today. Okay. Hi. Dagina. All right. هسه هنا عندك مهمة انتهت. Now let me call Dre right quick. هسه راح يخابر Dre. Hey Dre, we took care of that thing. Nah, you won't be hearing from him no more. But what about that other thing? All right, cool. Look, send it over. We'll get right on it. My man. هذا الستاب باستيد هسه تشوفون هذا الستاب الاول هسه عندنا بعد الستاب الثاني اللي هو نروح على ال FBI اجيكم هذاك المقطع ومثل ما تشوفون هنا جينا للشرقه ليش لان فرانكلين يخبرك من تطلع برا تشوفون هسه مارك فرانكلين هنا تشوف هذا مارك فرانكلين شوف حاليا مارك هسه نطب هنا للشركة شفتوا احنا سوينا هاي هسه نروح نسوي ريكفر الديتا من اف اي بي اللي ريكفر الديتا من الاف اي بي على مود يعرف فرانكلين وين يروح وشنو منو متورط بهذا المشكلة احنا شو نسوي نسوي ستارت طبعا انت تقدر تروح العلامة الاف مثل ما شفت قبل وتقدر تسويها هناك بس طبعا الشركة بها طيارة اذا تشتريها كاملة بها طيارة وبها سيارات خاصة And handle this kind of action too. Shit, you the perfect partner to lead it. I mean, I never thought my dumb ass would be doing business from a fucking sky rise. I دائرة الFIB. Okay, shit, enough of the thank yous. So what are we doing again? Oh yeah, man, nothing to make a player feel like he's got back in the game more than fucking with the FIB. All right, so I got you all the right tools, homie. Everything you need to get inside. Just get that chopper over to headquarters and Imani will tell us how we can track down Dre's phone. It don't get more A-list than Dre, homie, so stay sharp, all right? Hey, Imani, what's the plan again? We're looking for Dre's phone, right? So, this is the one time we can be grateful the FIB is tracking absolutely everything. We get access to their system, we'll know it all. Yeah, but how? Okay, their HQ is totally secure. They won't let you pass the security unless they want you to get past it. For like an emergency or something. I'm going to fake a fire drill. They use smart systems these days, totally hackable. لاحظت شلون تحط الطيارة فوق البناية راح تدخل انت وصاحبك من هنا هو راح يقص الجام راح تدخل انت وصاحبك على مود تجيبون الديتا كلها اللي موجودة بالاف اي بي على مود هم يتابعون التليفون مال دري بس احنا هنا Okay, you're looking for the communications room. It'll be a security door. Shit, if I got this right, it's in the corner. هاي السكيورتي دور. Shit. They updated the security protocol.
اوكي هي تطلب من عندك انك انت تفتح الباب. فتحت الباب انا. كفر مي برا خاف يجون على مود. تشوفون هسه اني راح ارجع اجيب الديتا وصاحبي يغطي لي برا يعني راح يجوك دائرة الاف اي بي يعني شرطة والدنيا محروقة. هاي اخذت السوفت وير نصبت اني جوا بالحاسبة وهي لازم تسوي انستال تشوف هذا عندك الخط الابيض هي تكمل انت وصاحبك لازم تلزم هنا أنا. راح يجون هواية عليكم. كل واحد الجهة وإن شاء الله أنا راح أسجل كل الستاب واحد بعد الثاني يعني هذا حيكون الجزء الأول وإن شاء الله باكر أنزل الجزء الثاني. حيجوك إلى ما ظلت يضرب بيهم إلى ما يخلص عندك الخط الأبيض يعني أنت سويت ريكوفر للديتا. بعد هم يقدرون يستخدمون سيستم مال اف اي بي ويتبعون التليفون مال دري المسروق اللي هو بي أغاني الألبوم الجديد. هسه لازم اسرق الهارد درايف مثل ما قلت لي هي وشون طلع الهارد درايف قلت لي اطلع للسقف للسطح هسه قالوا لي اخرج من الدائرة على كيفك لان راح يجونك هواي ناس وعش قد اسلحة بالقاع. توصل يم الخط هذا العلامة الصفرة صعد طيارة طيارتك هنا أنا موجودة طبعا دير بالك على كيفك راح تكون طيارات فوق. خذ كفر خذ لي سناب ارجع نفسي. اي اصعد الدرج هنا صاحبي يغطي لي وانا اصعد الدرج على مود تقدر تصعد. هسه اني اغطي صاحبي شوف اصعد صاحبي بس يجي صاحبك تركب الطيارة وتحاول تهرب انت وياه بسرعة لان هاي الطيارة سريعة يعني. وهرب من المقام ساخو السناقات لين دمروني تدميرا. هسه تطلع مكان بعيد اهرب لان انت 4 شرطة عليك 4 نجمات. اطلع مكان بعيد طير بس تروح من عندك على مود تقدر ترجع الديتا. اما لان قال لك لازم تضيع الشرطة
تضيعي الشرطة بالهليكوبتر أسرع لك وأحسن لك. أني أروح للبحر وأضيع الشرطة لأنه بعد ما أقدر أمشي ما يلقوني. هاي أسرع طريق إنك تضيعي الشرطة من تأخذ الهليكوبتر وتروح. شوفوا شيء أوكي. لا تشوفون شلون اثنين هليكوبترات راحوا بعيدة علي. لذيذ يا باشا. افتح الموب شوية كبرها شوف خف. إنه واحد قريب عليه هليكوبتر شيء. يعني مرات ترسبن بصفك. لمو تعرف. ما رجع الشرطة عليك بعد مرة لخ. راحت الشرطة عليه. هسه يقول لي ودي الهارد درايف للأجنسي. رايت هسه نروح للأجنسي نودي المعلومات مال الديتا على مود يقدرون يتبعون اي تليفون بالمدينة. لان احنا اخذنا بعد الهارد درايف مال اف اي بي يعني خلاص حالنا حال الاف اي بي بعد. اوكي هسه وصلنا للايجنسي اللي تشوفون حاليا احنا يم الشركه ماتي. طبعا تقدر تنزل بالسطح عندك طياره وعندك سيارات شخصيه. اي مهمه تسويها هنا بهاي الشركه الجديده تقدر تجي للريسبشن وتقول له اريد دعم طياره او سياره شخصيه او سياره مصفحه او عصابه او اي شيء. شوف مظلة وانزل لين هو يريدك بالباب او تخلي الطيارة جوا بكيفك انت. هي هاي طيارتك. تشوف هسا نطالع المعلومات. هسا انت شو تسوي؟ تطلع من الشركة على مود فرانكلين يخابرك بسرعة. بما انك اذا ظل قاعد جوا بالشركة ما راح يخابرك فرانكلين. فانت شو تسوي؟ انصحك انه غادر الشركة. بس اذا غادر الشركة شوية لي غاد راح فرانكلين يدق لك تليفون ويقول لك تعال على مود تكمل المهمة. تحياتي لكل الحبايب حياكم الله وإن شاء الله أشوفكم في فيديو ثاني وتكملة للست آب هذا مثل ما تعرفون. لأن هذا ست آب فرانكلين الجديد و I love you guys وإن شاء الله أشوفكم مقطع ثاني.